السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم جميعا بكل خير. أنا الآن في عيادة العظام أنتظر دوري، وطبعا رفيقي الدائم والحبيب كتاب، ورفيقي الآن هذا الكتاب، وهو أحد الكتب التي اشتريتها من معرض الكتاب، الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم بين التأصيل والتمثيل، تأليف أبي هند عبد الغني أحمد النفاط. لو فتحت الكتاب هذا صفحة 241 ستجدون بابا بعنوان استعمال الألفاظ استعمالات مخصوصة، طبعا يقصد في القرآن الكريم، وستجدونه يورد الفرق بين المطر والغيث في القرآن. فهو يقول أن المطر في كتاب الله لا يستعمل إلا في العذاب فقط، بخلاف لفظ الغيث فيستعمل في الرحمة، وأعطى أمثلة كثيرة سأورد لكم من كل على كل كلمة مثالا فقط. بالنسبة للمطر الذي يستعمل في العذاب، أورد قوله سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، في سورة الأعراف. أما بالنسبة للغيث الذي يستعمل في الرحمة، أورد قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، سورة لقمان. طبعا والأمثلة عديدة والكلمات كثيرة. فنجد مثلا الفرق بين الجسد والجسم، ووصى وأوصى وغير ذلك، سأوردها لكم تباعا بإذن الله. أسعد الله أوقاتكم ورزقكم الفرح والسعادة.